السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سمية من قناة بيساب. في الفيديو تاع اليوم راح نتعرفوا على الصور بي ان جي والجي بي جي ولا الجي بيك والفرق بيناتهم. راح نتعلموا كيفاش نفرغوا الصور من خلال التطبيق اللي حكيت لكم عليه في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو الرابط تاعه ورابط التطبيق راح تلقاهم في صندوق الوصف. اولا خليونا نتعرفوا على الفرق بيناتهم. اولا صور جي بي جي ولا صور جي بيك تكون عندها خلفية والجودة تاعها تكون حسب حجمها، اما صور بي ان جي تكون شفافة، الخلفية ما تكونش، جودتها تبقى عالية. بالنسبة لي هي احسن صيغة نستعملها في التصميم، وهذا الصورة راح توضح لكم اكثر. وبما انه نستعملوها به بيرسوناليزي وتصاميم بالصور، جبت لكم تطبيق به راح تقدروا تنحيو خلفيه الصور. اولا حبيت نوضح طريقه تحميل صور من جوجل. انا كي نجي حنتيليشارجي فوتو نكتب بار اكزومبل هنايا، انا درت لكم ميني ماوس ونكتب قدامها بي ان جي، هكا كي تخرج لي لا فوتو ديجا مفرغه ما فيهاش خلفيه نستعملها طال. مي حبيت نوضح لكم حاجة، كل ما تجيو تيليشارجيو فوتو لازمكم تتولهو باللي مكانش هاد لي كاغي بلون هادو، يديروهم باش تفرقوا بين صورة بي ان جي ولا جي بي جي. بار اكزومبل هنايا انايا اشاك فوا نلوض لازم نروح ندير اوفغيغ ليماج هكا باش نشوف اسكو ليماج نتاعي راهي ما فيهاش خلفيه من لورا، راح تجيني نواغ الخلفيه تاعها تكون نواغ. اذا كانت الخلفيه تاعها بيضاء ولا فيها لي كاغي هادو راح نخرج وراح نحوس على بلاصه مكتوب فيها داونلود. حاولوا البنات تتولهم مليح وتبقاو تلوضوا على الفوتو حتى تتاكدوا باللي راهي الخلفيه تاعها شفافه باه تيليشارجيوها. سينو راح تلقاو تحت كل فوتو بوطون فيها تيليشارجي ولا داونلود، وتكليكيو عليها وراح تيليشارجي لكم لا فوتو فاسيلمون. نجيو لثاني حاجه اللي هي لي فوتو جي بيك ولا جي بي جي. هاد لي فوتو من المستحسن تيليشارجوهم تكون الخلفيه تاعهم بيضاء، هكا تجيكم سهله في هاد لابليكاسيون. نعطي لكم دوكا كي نهزو بار اكزومبل هاد لا فوتو نهزوها الخلفيه تاعها بيضاء، نديوها لابليكاسيون جوست لوضو على اوتو من تحتها راح تتنحى الخلفيه كامل، راح تبقى لنا غير لا فوتو نوري جوست خيوها وراح نخدمو بها. دوكا نجيو ليتاب الثانيه اللي هي كيفاش نحيو الخلفيه اذا كانت فيها لي كولور بزاف. اول حاجه حنستعملوها هي هذا الممحاد. هذا الممحاد راح تنحي لك الخلفيه مانويل بيدك، ما كانش حاجه اوتوماتيك، ما كانش حاجه راح تتنحى وحدها، انت اللي حتمشي هذا السيركل هذا، انت اللي حتمشيه بيدك وتنحي لي بارتي اللي راكي باغيه تنحيهم. هي لابليكاسيون انا تالمون ولفت نخدم بالبيسي، لابليكاسيون جايه شويه رابيد، كي تجي تخدمي بها لازم تخدمي بالعقل تاعك خلاص هكا باه ما تفوتيش ما تمحيش بلايص ما لازمش يتمحاو. مي اذا كان محيتي سي با غاف باسكو كاين هذا لو سيركل يرجع لك اللورا، واذا فتي بلايص محيتيهم بلا ما تتولهي ثاني مدايرين لك اوبسيون واحده اخرى راح نشوفوها من بعد. تولهي باللي كاين دو سيركل، كاين سيركل فرغان وكاين سيركل معمر، هذاك لو سيركل المعمر ثم تروح تحطي ثم وين حطيتي صبعك وتمشي بالعقل في الجوانب نتاع لا فوتو تاعك واش باغي تنحي، وتبقاي طلعي بالعقل وتنحي ثاني البلايص القراب شويه باسكو من بعد راح نكبروا في السيركل هذاك ونمحيو لي بارتيني ما نحتاجوهمش. مع الاول من المستحسن انك تصغري في السيركل وتمشي بالعقل.
وكي توصلي لي بارتي لي ضيقين نضيقو في لو سيركل هذاك ونمحيو بالعقل بالعقل. ومن بعد نزيدو في لو سيركل نتاعنا منا كيما راكم قاعدين تشوفوا، نزيدو في الحجم نتاعو ونسوبريميو البلايص الباينين الساهلين. بعدها نكليكيو الفوق على دان راح يديكم ليتاب الجاية اللي هي على ترانسبارانس تاع الجوانب، يعني هذوك الأرقام 1 2 3 4 5 وهو قوة الفلو تاع الجوانب تاعنا. باه كي تحطي لفوتو تاعك فوق فوتو أخرى راح تكون نتيجة مليحة وما تبانش بزاف باللي مخدومة. لفوتو ثانية خيرت لكم الخلفية كولور باه تشوفوا لوبسيون ثانية اللي هي ماجيك، هي كل فوتو تكون فيها دي بتي كاري وكل كاري عندها كولور ومجموع هاد لي كولور يكونوا صورة. هاد الأداة كي تكليكي عليها وتكليكي على اللون اللي راكي باغية تنحيه راح يسوبريمي لك لي كاغي اللي كاينين من نفس اللون هذاك. تبقاي تكليكي تكليكي حتى تخلصي وتتحصلي على النتيجة اللي راكي باغيتها. راني خليت لكم الغلطات اللي درتهم، خليت لكم فيديو كيما راهو باه تشوفوا كيفاش رجعت للورا، كيفاش لضيت على الفلاش درت غوتور وعاود سوبريميت. ومام تحبوا تستعملوا الأدوات الأخرى مشي مشكل. كي خلصت لقيت باللي راني كليت فيها سوبريميت الشعر تاع الطفل هذاك بلا ما نفيق. جست رجعت درت غوتور ورحت لهذا هذا هذا لو بانسو من تحتها ونحيت عاودت رجعت البلاصه اللي سوبريميتها. هذو كانوا كل ادوات تقدروا تستعملوا اللي يريحكم حتى تحصلوا على النتيجه المطلوبه. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، الى عجبتكم لا فيديو عجبكم محتوى قناتي ما تنساوش تدعموني بجام بارتاج وتشتركوا في قناتي الى كانكم ماكمش مشتركين، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باه يوصلكم كل جديد. بيزو على بروشان فوا.